وزارة الشباب والرياضة نظمت المؤتمر الأول لمحاكاة مجلس الشيوخ المصري، وده كان تحت عنوان رؤى وفرص وتحديات الواقع الاقتصادي والسياسي المصري، وده كان من خلال الفترة من 12 ل 16 أغسطس 2023. المؤتمر ده ركز على أهمية مشاركة الشباب المصري في نموذج لمحاكاة الحياة السياسية والاقتصادية طبقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتشجيعه لمشاركة الشباب في الحياة السياسية بشكل عام، وما يترتب عليه من بناء جيل واع وقادر على الإلمام بالمشاكل والتحديات اللي بتواجهها الدولة المصرية. فكان ضروري ينورنا ويشرفنا النهاردة اثنين من النماذج المشرفة المشاركين في المؤتمر. خلوني أرحب من اليمين الدكتورة سارة عبد الخالق محمد، عضو نموذج أهلا محاكاة مجلس الشيوخ بالمؤتمر، ممثلة عن محافظة إسماعيلية. أهلا بحضرتك دكتورة أهلا سارة. بحضرتك. التايتل مظبوط والاسم مظبوط؟ سرع دخول محرم. محرم، طيب مكتوبة عندي محمد، مش مشكلة هنصلحها. وخلوني أرحب بالأستاذ محمود فرغ الإبراهيم، عضو نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بالمؤتمر. أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك. نورتنا. عاوز أتكلم مع حضراتكم في البداية دكتورة سارة وأستاذ محمود عن إزاي تم ترشيحكم للمؤتمر ده والاستفادة منه. أولا بشكر حضرتك على الاستضافة النهاردة، وأحب أقدم في الأول الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على حرصه الدائم على تمكين الشباب في الدولة، وبقدم الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يكون شباب مصر لحرصه على تمكين الشباب من خلال نماذج المحاكاة، وبقدم الشكر للأستاذ عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات الوطنية والتنمية الشبابية، والشكر كمان موصول للدكتورة إيمان عبد الجابر مدير الإدارة المركزية للتعليم المدني، والأستاذة رندا البيطار مدير التعليم إدارة الطلائع والشباب، وكل العاملين في وزارة الشباب والرياضة لإتاحتهم الفرصة وحرصهم على إنجاح المؤتمر الأول لنموذج المحاكاة. كويس، مين اللي رشح حضرتك لهذا المؤتمر؟ لا احنا ما ترشحناش. تم اختياركم؟ احنا تمت انتخابات على مستوى الجمهورية، وزارة الشباب والرياضة أطلقت لينك على صفحتها الرسمية لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ 2019-2020. تم اللي هو دخول على اللينك دوت حوالي 27,000 على مستوى الجمهورية، دولت بنقول لهم هم الجمعية العمومية. هو النموذج عضوياتهم في مراكز الشباب يكونوا يعني منتمين لوزارة الشباب والرياضة. تم طرح اللينك وتم التسجيل فيه. بعد كده تمت اجتماعات من مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، كل حد داخل محافظته تمت الاجتماعات ما بيننا عشان يعرفونا عن ايه نموذج محاكاة وازاي هيتم تأهيلنا في النموذج. بعد كده أصدرت الوزارة لائحة للانتخابات بنظام القائمة والنظام الفردي. اترشح في إسماعيلية هنا كان في 3 قوائم، قائمة العالمين وقائمة العاصمة الإدارية وقائمة توشكا، وزمايلنا 6 فردي. تمت انتخابات فيها على مرحلتين، مرحلة تمت في شهر 10 والمرحلة الثانية كانت في شهر 11. احنا كان هنا في اسماعيلية كان الانتخابات بتاعتنا على يومين 21/11 و22/11، كانت الانتخابات عن طريق اللي هو انتخابات الكترونية داخل المديريات. كويس. فاز في القائمة هنا قائمة العالمين، القائمة بتاعتي انا انتمي لقائمة العالمين. القائمة كان فيها 2 اساسي واثنين احتياطي، وتم فوز واحد من المرشحين الفردي. بعد كده أعلنت الوزارة فوز اللي هو القائمة، وبعد كده بدأ يبقى فيه التواصل معانا من خلال الوزارة لحد الحمد لله ما تم المؤتمر الأول لنا على مستوى الجمهورية في النموذج. في المؤتمر كان فيه 300 شخص على مستوى الجمهورية، منهم 200 مرشحين عن طريق الانتخاب و100 معينين من الوزارات المختلفة. عظيم جدا جدا. أستاذ محمود برضو اختيارك كان عن طريق نفس الخطوات تقريبا. اسمح لي قبل ما اتكلم عن طريقة الاختيار او الترشح اوجه طبعا الشكر لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحرصه على تمكين الشباب بكل الطرق المتاحة، وتوجيه الوزارات ومنها وجاهه ممكن ومنها توجيه وزاره الشباب والرياضه متمثله في الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب، والشكر لكل قيادات مديريه الشكر لكل قيادات وزاره الشباب والرياضه. زي ما قالت الدكتوره ساره كان في 2019 نزل اللينك لاطلاق وتدشين مجلس الشيوخ نموذج محاكاه مجلس الشيوخ المصري. بعدها بفتره نزلت اللائحه الداخليه لتنظيم الانتخابات، وكانت بتواكب او بتوازي نفس مجلس الشيوخ الحقيقي وهم 200 منتخبين،
و100 معينين، 100 بالنظام الفردي و100 بالنظام القائمه. انا كنت عن محافظه سوهاج قائمه، وكان في 3 قوائم، وكان في مرشح فردي اكتر من 120 شاب وفتاه، والحمد لله ربنا كرمنا ونجحنا في الانتخابات. والانتخابات يعني احب اوضح لحضرتك ان هي كانت الكترونيه من اول الترشح للتصويت للفرز لكل حاجه كانت الكترونيه. فكان مفيش اي تدخل من اي حاجه، مفيش اي تدخل بشري، كله الكتروني يعني من اول التسجيل لحد اظهار النتيجه. العدد كله كام تقريبا اللي نجح بعد كده؟ اللي نجح على مستوى الجمهوريه، على مستوى الجمهوريه 300. هو النموذج ممثل 300، نفس نفس مجلس الشيوخ 300 بنفس التفاصيل بتاعته. الهدف من المشاركه في مثل هذه المشاركات التثقيفيه للشباب، طبعا الدوله بتحرص لتمكين الشباب، احنا لازم ناخد الخطوه. بيجي تتشييد نموذج محاكاه مجلس الشيوخ من وزاره الشباب والرياضه لان توقف برلمان الطلائع او برلمان الشباب عند سن 25 سنه. فاحنا كشباب ما عندناش اي قناه شرعيه ان احنا نمارس منها السياسه بعد 25 سنه. فهو جه اطلاق نموذج محاكاه مجلس الشيوخ، وهو اللي احنا عرفناه قبل كده ان هو كان برضو سن الشباب احنا عندنا في مصر لغايه 35 سنه. فهو السيد الوزير مشكور طبعا ان هو مد السن لغايه 40 سنه. الفئه العمريه من 25 لغايه 40 ما كانش ليها اي نشاطات او ما كانش ليها اي قناه شرعيه ان هي متبارس منها التدريبات اللي زي دي. نموذج المحاكاه بيجي للتدريب والتثقيف للشباب لممارسه السياسه او لمعرفه نموذج مجلس الشيوخ، ان انت بتاهل الشاب ان هو للترشح لمجلس الشيوخ ممارسه السياسه، يكون واخد الدورات التدريبيه بتاعته كامله، فاهم داخل المجلس بيشتغل ازاي، لان هو في النموذج برضو في من ضمن التدريبات بتاعته ان انت هتعمل جلسات واقعيه داخل مجلس الشيوخ. لما تطلع انسان مدرب او شاب مدرب ان انت تخوض التجربه، انت عارف هتدخل مجلس الشيوخ هتعمل ايه، فانت لازم طبعا هتدخل في حاجه زي كده وتستفيد منها. دكتورة سارة، وجه الاستفادة اللي طلعت بيها من نموذج المحاكاة؟ أولا اللي هو المعرفة، معرفة الأشخاص. تخيل أنت 27 محافظة، من كل محافظة فيها 300 شاب، فأنت كده بتجمع الشباب كلهم مع بعض، بتنمي كمان حتى نعرف ثقافات بعض في المحافظات المختلفة، بنعرف أفكار بعض، بنطرح الأفكار والرؤى مع بعض، فبنستفاد إحنا كلنا من 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 افكارنا والاطروحات اللي احنا دايما بنطرحها. العلاقات الانسانيه طبعا الموجوده، انا لو محتاجه حاجه في سوهاج مثلا فزميلي محمود ده ممكن اتصل عليه، هو محتاج حاجه في اسماعيليه، فدي حاجه مهمه جدا بتقوي العلاقات اللي هي الانسانيه ما بين جوه الجمهوريه كلها، ان احنا كشباب عارفين بعض ايه. طبعا بقى تجربه خوض الانتخابات ديت، انا ما كنتش مش هعرف اخوض انتخابات لوحدي، فطبعا استفدت جدا من هي تجربه خوض الانتخابات، وعرفت قد ايه هم النواب الحقيقيين فعلا بيتعبوا في الحملات الانتخابيه بتاعتهم، ازاي ادير حمله انتخابيه، ازاي هتواصل مع ناس. يعني كان مثلا جمعيه عموميه عادتنا معروف، انا بعد كده كان كبير برضو ادير الحمله الانتخابيه بتاعتي، ازاي هتواصل مع الناس وازاي هوصل افكاري ورؤيه ليهم كده. طبعا خلال بقى طبعا التدريبات اللي لسه هتقدمها لنا وزاره الشباب والرياضه في التدريب والتاهيل، واحنا هيبقى في جلسات واقعيه جوه المجلس، هنستفاد بقى ازاي نعمل نقدم طلب احاضه، ازاي نعمل استجواب، ازاي يبقى في جلسات واقعيه كاننا فعلا محاكاه. يعني هو الامر ما انتهاش عند انتهاء النموذج يوم 16 اغسطس؟ لا طبعا، ده احنا لسه ان شاء الله هيبدا الفصل التشريعي الاول للنموذج 24 هنمشي بقى فصل التشريع الاول زيه زي المجلس بالظبط. بالظبط كده، هيبقى في انتخابات، هيبقى في انتخاب رئيس مجلس ووكيلين ولجان، وهيبقى برضو في مرحله انتخابيه برضو جوه المجلس، وزي كل حد فينا طبعا احنا كلنا قيمه وقام علميه زمايلي في النموذج، بس برضو احنا بقى مين هيقدر ان هو يخوض برضو تجربه الانتخابات ديت، ويبقى برضو نحافظ برضو على الود ما بيننا، ازاي هنقدر نخدم كمان الدوله بتاعتنا. هل من المتوقع او من المفترض ان النموذج ده يخرج منه الاشخاص اللي هيرشحوا نفسهم بعد كده فعلا؟ طبعا دي كمان تبقى هو ده نجاح النموذج، هو ده يعتبر ده سبب من اسباب إن وجود انت طبعا هي الدوله عايزه تاهل وتمكن، يعني ما يبقاش احنا طبعا الدوله متيح كل الفرصه، كل الدستور بيقول كل مصري للحق اللي هو الترشح في الانتخابات، صحيح،
طيب انا هترشح وانا مش عارف ايه السياسه بتاعتي، مش فاهم يعني ايه مجلس، مش فاهم يعني ايه طلب احاطه. فانت بقى لما تكون واخد محاكاه فانت هتلاقي نفسك في تمكين اسهل، وهتبقى حتى في وعي وفاهم ايه اللي هيتم. فدوت يبقى طبعا نجاح النموذج ان شاء الله لما حد من 300 يبقى فعلا في موجود في مجلس بعد كده. حتى فعلا المهندس محمد السباعي كان من برلمان الشباب، والحمد لله هو دلوقتي عضو في مجلس الشيوخ وكان معانا في المؤتمر وشرح لنا ازاي هو وصل، وكان حتى كان هو كاتب في مقال هو برلماني 2020، والحمد لله دلوقتي بيمثل هم في مجلس الشيوخ، عضو مجلس الشيوخ، طلع من وزارة الشباب والرياضة من خلال نماذج المحاكاة. من خلال نماذج المحاكاة. طيب أستاذ محمود، يعني أنا ما زلت مش عايز أدخل في تفاصيل الفعالية نفسها إلا أن أخلص الجزء الإنساني، لأن التأثير المباشر على الإنسان أو على الأشخاص المشاركين هو ده أهم هدف من الأهداف. أنا عايز أعرف إزاي المشاركة دي أثرت على توجهاتك وعلى وجهة نظرك عموما. يعني اولا احنا زي ما قالت الدكتوره ساره احنا 300 شاب من 27 محافظه، كل في ممثلين للوزارات، في ممثل للكنيسه، في ممثل للازهر، في ممثلين للمحافظين للمحافظات، في ناس منتخبه، في ناس معينه. فانت بتقابل كل المحافظات بتوجهاتهم بافكارهم زائد التخصصات العلميه. في التخصصات العلميه كلنا بنستفيد منها، يعني احنا عملنا لقاءات وديه في داخل المؤتمر في الاوقات اللي هي ما فيهاش محاضرات او ما فيهاش فعاليات، كنا بنستفيد منهم جدا. كنا بنخلي اي حد عنده اي معلومه ممكن يقول لنا احنا ممكن نمشي في موضوع معين ازاي، احنا ممكن سالنا برضو الناس انت يعني خط الانتخابات بتاعتك ازاي. وعايز اقول لحضرتك ان الانتخابات كانت حاجه صعبه جدا، يعني هي انتخابات ما كانتش سهله جدا. احنا بنتكلم على المحافظه كلها، المرشحين كلها بتبقى القايمه على المحافظه كلها، فانت محتاج ان انت تروح للناس وتتكلمهم الجمعيه العموميه كلها في المراكز. عندنا كمان في الصعيد بتبقى المراكز بعيده عن بعض، يعني مش زي القاهره او شويه قريبين بالظبط كده. فيعني كان زي الانتخابات الحقيقيه بالظبط، ان انت تخوض التجربه دي وتسال الناس خاضت التجربه ازاي وعملت ايه، برضو بيأهلك ان انت لو حبيت تخوض التجربه بعد كده هتبقى فاهم كل التجارب اللي اصحابك مروا بيها. استفاده عظيمه طبعا، فرقت معاك كتير في توجهاتك جدا طبعا جدا. كان في مجموعه من عايز ادخل اصلا للفعاليات بقى اكتر عشان الوقت، كان في مجموعه من الفعاليات وورش العمل التدريبيه للمشاركين، ده علشان نفتح افاق جديده ورؤى اوسع للتنميه السياسيه والاقتصاديه. ايه اهم الورش والفعاليات اللي حضرتك حضرتها؟ إيه انا كنت من ضمن المحور الثاني اللي هو المحور الاقتصادي. ناقشنا التحديات والرؤى والطموحات اللي موجوده في الاقتصاد، كانت من اهم الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها واللي احنا كنا بنوجد ليها حلول، العجز في الميزان التجاري، الفجوه بين الاستيراد والتصدير، وتوفير العمله الصعبه. عملنا توصيات كتير وكان منها تشجيع الاستثمار الداخلي بحيث ان احنا دعم الصناعات التحويليه، ان احنا ممكن نستورد حاجه مواد خام او بتبقى حاجات قليله وتصنعها وتشتغل في التصدير عشان تعرف تجيب عمله صعبه، زائد برضو تشجيع الصناعات المحليه عشان نستغنى شويه عن الاستيراد. دي كانت اهم النقط اللي موجوده في المحور الاقتصادي اللي احنا كتبنا فيها اكتر التوصيات. دكتوره ساره، نفس السؤال، اهم الورش والفعاليات اللي حضرتيها وكم مدى الاقبال والتفاعل حتى بين المشاركين؟ هو احنا الوزاره اطلقت في المؤتمر ثلاث محاور وطلبت مننا كل حد يشوف توجهه، انه التوجه اللي هو عايزه كان المحور الاولاني، الاول اللي هو النظام السياسي وتعزيز المشاركه السياسيه، والمحور الثاني اللي هو الرؤى والطموحات الاقتصاديه، والمحور الثالث مهم جدا اللي هو وضع لائحة للنموذج. احنا كأعضاء في النموذج ازاي نحط اللائحة اللي احنا نمشي عليها. كويس. انا كنت في المحور الاولاني النظام السياسي وتعزيز المشاركة السياسية، حضرنا فيها دكتورة سهير سالم استاذ الفلسفة السياسية وعضو مجلس الشيوخ، اتكلمنا فيها عن أهمية النظام السياسي المصري، والنظام السياسي المصري قايم على اللي هو الحكم في مصر قايم بشكله دستوري، و مع اللي هي الأحزاب، التوجه النظام السياسي بيعتمد على في مصر على الأحزاب السياسية، ودوت ما فيش تنافر ما بينهم هما الاثنين، لا بالعكس هما الاثنين بيتفاعلوا مع بعض عشان نحط سياسة مصر يمشي عليها. أكدنا على المشاركة السياسية وحق المواطن في المواطنة، ويعرف إيه هي الحقوق والواجبات بتاعته، حقوقه إن هو التصويت في الانتخابات والمشاركة في الانتخابات والتعبير عن الرأي، وحقه في الصحة وحقه في التعليم. مقابل ده كله ليه حق الواجبات بتاعته إن هو يلتزم بالقانون ويدفع الضرائب ويحافظ على سلامة الوطن، ويشارك كمان في من واجباته طبعا هو إيه
يحافظ على النظام السياسي بتاع الدولة. وطبعا اتكلمنا طبعا عن حق المرأة في المشاركة السياسية وتمثيلها وإلغاء التمييز ضد المرأة، حقها في التصويت، حقها في تولي المناصب القيادية، واتكلمنا عن دور اللي هم الطلبة في المدارس والجامعات ازاي يتم المشاركة بهم، تأهيلهم سياسيا للمشاركة، وطالبنا كمان هم يبقى في مناهج للطلبة، ومش كمان مناهج بس، هم كمان يبقى المناهج كمان تبقى فيها كمان ممارسة عملية مثلا من خلال البرلمانات اللي تتم في المدارس، من خلال انتخابات الاتحاد الطلابية في المدارس. طبعا دور الجامعات، وان زي يبقى في مناهج بتأهل الشباب ديت ان هم يبقى ليهم حابين المشاركة السياسية داخل الدولة بتاعتهم. زي ما قال الدكتور علي الدين هلال ان اصلا الاستثمار الاساسي في اي دولة هو الشباب، ومعروف عن مصر هي دولة شابة، فاحنا عندنا تقريبا 60% من مصر شباب، فاحنا مصر بالشباب هم اللي لازم هينهضوا بالدولة المصرية. طيب انا عايز اكمل كلام حضرتك. يمكن دكتور علي الدين هلال استاذ العلوم السياسية وزير الشباب والرياضة الاسبق اكد في اولى الجلسات لما تحدث عن رؤيته عن رؤية ان النظام المصري هو رؤية النظام في الاستثمار في الشباب، وده هيتم بالتدريب وبالتمكين عشان يكونوا قادة المستقبل. ازاي شايف ان الكلام ده ممكن يكون اتحقق؟ وهل الشباب مستعدين لده ولا محتاجين بعض المقاومات اكتر علشان نقدر ننفذ هذه الخطوة؟ هو طبيعي ان احنا محتاجين مقومات دائمة، بس شايفه اتحقق طبعا. يعني احنا كان عندنا مثلا الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير 41 سنة، كان عندنا ممثلين للوزارات، باحثين داخل الوزارات شباب صغير 27 سنة و28 سنة و30 سنة، وفي بعض المساعدين وفي بعض المساعدين للمساعدة المحافظين ونواب محافظين طبعا لم يتخطوا ال 35 سنة. فاحنا شايفين ان تمكين الشباب موجود، لكن محتاجين الدعم، محتاجين الدورات التدريبية، محتاجين حاجة زي البرنامج الرئاسي مثلا، مخرج نواب محافظين ومخرج مساعدين وزراء ومخرج باحثين داخل الوزارات، تمكين الشباب كمان داخل المجالس التشريعية. برضو كان ذكرت الدكتورة سارة ان الدكتور محمد السباعي ده برضو ابن من ابناء وزارة الشباب، وكان برلمان طلائع، وكان كاتب من فترة كبيرة او يمكن من 10 سنين انتظروني في برلمان الشيوخ او برلمان النواب 2020 وتحققت. يعني احنا شايفين ان التمكين موجود، وان شاء الله يبقى اكتر الدعم من السيد الرئيس للشباب. طيب دكتور سارة، اهم او بعض الاطروحات والافكار التي عرضها المشاركين عن الواقع المصري المعاصر بشقه السياسي والاقتصادي كانت ايه؟ في النظام اللي هو الاقتصادي تكلمنا عن اللي هي الازمات الاقتصاديه اللي حاصله في مصر، وكمان اكدنا ان الازمه الاقتصاديه ديت مش في مصر بس، ده على مستوى العالم. صحيح. نتيجه طبعا كورونا والحرب الروسيه الاوكرانيه، فالازمه اللي موجوده هي ازمه عابره ان شاء الله وهتعدي بعد كده. اتكلمنا في النظام السياسي ان هو لابد من تحقيق المواطنه في الدوله، لان المواطنه هي العداله، المواطن لما يحس بالعدل، مفيش تمييز خالص ما بين المواطنين مسلم مسيحي، مرأة ورجل، وانت كمان دلوقتي حتى المرأة بتمثل ب 25% في مجلس النواب، فبالتالي ده هيحقق الأمن والاستقرار داخل الدولة. وبنأكدنا كمان على دور المدارس والجامعات في تأهيل الشباب من سن اللي هو النشء الصغير لحد ان شاء الله ما يتخرجوا من الجامعة، يكونوا حريصين دايما على الانتماء للوطن وحبهم للمشاركة السياسية. وفي اخر حاجه بقى اللي هو اللائحه اللي حطيناها ان شاء الله للنموذج، احنا ازاي كنموذج هيتم دورنا داخل النموذج من خلال اللائحه اللي زمايلنا قدموها. طيب يمكن المؤتمر كان بيكون دايما ساحه للتبادل الفكري والثقافي، ده بيتم بحضور العديد من الشخصيات العامه والحزبيه والسياسيه والاقتصاديه وهكذا. مين اهم الشخصيات اللي حضرت المؤتمر واللي حضرتك تاثرت بيها بشكل مباشر وليه؟ الشخصيات اللي حضرت المؤتمر يعني كلهم قيمة وقامة سياسية واقتصادية كبيرة. يعني حضر المؤتمر المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، كان النائب محمد السباعي، كان الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والشباب. هو أنا عن نفسي أكتر شخصية أثرت فيها ممكن لأن أنا بحب أشوف الشباب في أماكن أنا بحلم أكون فيها، فهو الدكتور عبدالله الباطش ممكن يكون أكتر واحد أنا حبيت مساعد الوزير إن هو حبيت وجوده، زائد إن هو برضو يعني النصايح اللي كان بيقدمها
النصايح انت كنت مستنيها او مستني تسمعها ان حد موجود في المكان ده هو وصل لكده ازاي؟ يعني هو كان دايما بيتكلم ان ابدا دلوقتي ما تاجلش، ابدا دلوقتي. كان بيسال الناس احنا واقفين مثلا بدات في الدكتوراه، لا لسه دلوقتي تبدا، بدات في الرساله البحثيه، لا دلوقتي ابدا. كان بيتكلم عن تجربته ان انا بدات، ان انا كان في حد برضو وقفني ونصحني نفس النصيحه، فانا بوجه النصيحه للشباب. اكتر حد تاثرت بيه فعلا هو الدكتور عبد الله البطش. وحضرتك دكتوره ساره برضو اكتر شخصيه تاثرت بيها ومن الشخصيات اللي حضرت؟ دكتور علوم حميده اللي هو الرئيس في البرلمان، بصراحه من الشخصيات المحترمه جدا، اتعلمت منه. يعني هو كان هادي جدا في اداره الجلسات والحوار معانا، وكان برضو بينصحنا ان احنا نبدا ونتدرب دلوقتي. وكمان استفدنا منه ازاي هندير احنا في حوار، ازاي هندير جلسة صح، وازاي كمان حتى الهدوء في الكلام. احنا بنتكلم نبقى هاديين كده، ما نبقاش مستعجلين. ومقرر في مجلس النواب. كمان عايز اقدم بقى في حد جالنا مهم جدا من الاسماعيليه، دكتوره استاذه فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ. جات لنا الحمد لله، كانت من الحاضرين في حفل الختام في المؤتمر. كويس. استقبلتنا، رحنا لها وسلمنا عليها، والحمد لله كانت يعني فرحانه بينا جدا شباب اسماعيليه، وكانت قدمت الدعم لينا، وهي مبسوطه ان احنا كشباب اسماعيليه بنمثل في نموذج المحاكاه. صحيح. فاحنا بنشكرها جدا. كل التحيه والتقدير طبعا للزميله والاستاذه الفاضله الاستاذه فيبي فوزي. يمكن كنتوا عارفين ان هي كانت زميلتنا هنا في التلفزيون القناه، ودي حاجه بنشرف بيها دايما وبنفخر ان احنا نقولها على طول. هي على طول ما حدش بيكلمها غير الدكتور دلال. دايما استقبلها لينا اول ما شفتها بصراحه، يعني صحيح. طيب بعض الجلسات او احدى الجلسات تطرقت لتعريف المؤتمر، تعريفهم بالمخطط الاستراتيجي للتنميه العمرانيه في مصر 2050. ما هو؟ هو اتجاه الدوله الاستراتيجيه للتنميه، متمثلة في إنشاء المدن الجديدة، الطرق والكباري، حق المواطن. وزارة التخطيط أطلقت وثيقة اسمها حق المواطن، حق المواطن في المعرفة، حق المواطن في معرفة الاستثمارات اللي جاية للدولة أو الاستثمارات اللي هتعملها الدولة، مع التوزيع العادل للمحافظات، مع التوسع في المدن الجديدة. كويس. مع تشجيع الاستثمار الداخلي للشباب، مع المشاركات ما بين الحكومة وما بين المجتمع المدني وما بين القطاع الخاص، كل ده اتجاه الدولة للاستثمار في الفترة اللي جاية إن شاء الله. هل تطرق المؤتمر خلال الجلسة، خلال إحدى جلساته، على إلقاء الضوء على جزئية رواد الأعمال من الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة أو المتوسطة، او ضروره الدعم حول الشباب باي شكل من الاشكال، لان القطاع ده فعلا بيمثل عصب مهم في الاقتصاد المصري؟ طبعا ده المحور هو الثاني. استاذ محمود ممكن تقول لنا اكتر عليه؟ المحور الاقتصادي تطرق طبعا للشباب ورواد الاعمال، وهو تسهيل كل العقبات اللي هتواجه الشباب في الاستثمار، زائد تقديم الدعم المعنوي، تيسير البنوك في القروض، دراسات الجدوى للمشاريع، مساعدة الشباب بأي طريقة. يعني احنا في اتجاه للدولة ان هي بتعمل الشباك الواحد للاستثمار، بتأكد فيه او بيبقى مخصوص لتوجيه الدعم للمشاريع المادي والمعنوي، وان انت ازاي ممكن تاخد النصايح. يعني حتى كمان النصايح في المشروع، انت لو عندك فكرة مشروع انت بيقدم لك النصايح بتاعتك، تيسير القروض من البنوك، تقديم الافكار. يعني في حاجه برضو رؤيه احنا او في توصيه احنا قلناها في المحور الاقتصادي، اللي هو الشراكه ما بين القطاع الخاص بالضمان الحكومي. يعني الشراكه ما بين القطاع الخاص ما بين الافراد، زائد يكون في نسبه صغيره كده بضمان حكومي، بحيث ان احنا نشجع الناس بدل ما تدور على البنوك وتعمل الشهادات وتعمل تستثمر في الذهب، تستثمر في الدولار، فانت لا تشتغل، هتنمي الاقتصاد، هتوفر عمل، هتقضي على البطاله، هتزود انتاج، هتقلل من الاستيراد، ممكن يكون في مصانع تصدر. دي كل حاجه كده عن دعم الرواد. احنا ممكن اضيف حاجه في التنميه المستدامه 2 خط مصر 52. الدكتوره نهال غربل اكدت على المشروعات القوميه اللي بتقطن مصر والبنيه التحتيه، واهتمام الحكومه المصريه بالصرف الصحي وانشاء المشروعات الصرف الصحي. وطبعا المشروع الضخم اللي بتقدمه مصر اللي انقذ كتير جدا من كره مصر، حياه كريمه، ازاي نهضت بكره مصر ومدن ومحافظات الصعيد من اللي هي
في الكره في العشوائيات. ودلوقتي بقى عندنا مدن كتيره جدا لغت ما عادش عندنا كمان عشوائيات في مصر خالص. كمان في اطلقت وزاره التخطيط خطه المواطن اللي هنا معرفه المواطن لابد انه يكون عارف ايه خطه التنميه المستدامه اللي بتقوم عليها الدوله، المشروعات القوميه الكبرى اللي بتقدمها الدوله. وكمان المواطن لازم يعرف ان المشروعات القوميه الكبرى ديت لازم ازاي تتوزع توزيع عادل على كل المحافظات، يعني ما يبقاش في محافظه واحده بس هي اللي فيها المشروعات الكبرى كلها، لا كل محافظه في مصر ليها حق في المشروعات الكبرى. طبعا ده كله عشان اللي هو الجمهوريه الجديده في الدوله المصريه والعاصمه الاداريه الجديده، كل المشروعات البنيه التحتيه اللي بتتم في كافه المجالات والمونورول وده ومحطات الطاقه كل حاجه، كل المشروعات البنيه التحتيه بتتكلم عليها. طيب يمكن عشان وقتي قرب ينتهي، كنتم من المحظوظين بالمشاركه في هذه التجربه الرائده، فعايز اعرف احلامكم خططكم المستقبليه على المستوى المهني وعلى المستوى الشخصي. ان شاء الله خدوا الانتخابات مجلس النواب القادم. مجلس النواب القادم ان شاء الله. كويس. وعلى المستوى المهني؟ على المستوى المهني يعني اتمنى ان انا اكون من اصحاب المشاريع اللي بتحاول الدوله تعملها او اللي بتحاول الدوله ان هي تستثمر او ان هي تخلي الشباب يستثمر فيها. كويس. ان شاء الله يكون لينا دور فيها باذن الله. في مجالات معينه حضرتك شايفها ان دي من المجالات اللي الدوله بتستثمر فيها؟ يعني انا مهتم التصنيع. جدا بالتصنيع طبعا. طبعا شايفه دايما خطوه مهمه، شايفه دايما في المستقبل جدا. طبعا هو كده هيوفر، حتى لو قضينا الانتاج المحلي، يعني حتى لو قضينا السوق المحلي مش لازم نصدر، يعني حتى لو بدأنا بالانتاج المحلي هنوفر كتير من اللي احنا بنستورده. فهو التصنيع مهم جدا. صحيح. مهم جدا. في مجال معين ولا لا؟ احنا محتاجين كل المجالات في التصنيع، فهو اي مجال في التصنيع احنا بنتكلم في التصنيع كنفسه. احنا محتاجين ان احنا نصنع، احنا محتاجين نصنع كل حاجه، احنا بنستورد اغلب الحاجات بتاعتنا، فمحتاجين نصنع كل حاجه احنا بنستوردها بشكل مبدئي يعني، وبعدين نكمل بقى اكتر. لهدفك الاساسي تغطيه الاحتياجات السوق المحلي وبعدين التصدير. وبعدين التصدير، لكن مش اصنع عشان اصدر وانا عندي نفس الماده انا بستوردها وانا عندي اجهزه فيها. وجهه نظر مهمه طبعا، اتمنى لك كل التوفيق طبعا الفتره اللي جايه. دكتورة ساره، بتتمني ايه الفتره الجايه؟ احلامك وطموحاتك؟ ان شاء الله برضه اكون ممثله في نائب مجلس الشيوخ او البرلمان الدوره الجايه او اللي بعدها متى ياذن الله يعني. انا مش مستعجله بس ان شاء الله هو جزء من الاحلام ان شاء الله يعني. طبعا بما اني كمان بتعامل مع الطلبه في المدارس، فانا مبسوطه جدا ان الطلبه بتوعي في المدرسه شافوني في مشاركتي في النموذج. كويس. وهم طبعاً دلوقتي فعلا بداوا يروحوا يعملوا أضويات في مراكز الشباب، وفعلا سجلهم لسه عشان برلمان شباب من 18 ل 25 سنة. الحمد لله الطلبة بتوعي دلوقتي بنات، وكتير منهم سجلوا في البرلمان، وكل شوية يسألون احنا ايه امتى هنبدأ البرلمان، احنا عايزين. وطبعا اهم حاجة ان هم طبعا هم فخورين بيا وعندهم حب دلوقتي، حتى في منهم فعلا نزل يشارك معايا مشاركه سياسيه. يعني فكره كمان ان في جيل بعدين بدا يدخل عشان يكمل الجزئيه دي. انتوا طبعا مش هقول ان انتوا خلصتوا، انتوا لسه داخلين تبداوا. احنا لسه داخلين الجزء الاكبر والاهم طبعًا. الجزء الحقيقي على ارض الواقع زي ما كان بيقول استاذ محمود، ولكن بدا الجيل اللي بعد كده من سن 18 سنه يدخل يعرف مركز الشباب ويعرف برلمان الشباب ويعرف كل النماذج دي عشان يكمل. والميديا الإعلام هي والميديا والفيسبوك دوت ساعد جدا، ان احنا مثلا انا كمدرسة بنشر كل فعاليات اللي على الفيسبوك وكده، فديت كمان كانت انتخابات كمان الكترونية، فانا شافوا دوت منين؟ خلال ايه؟ من خلال المشاركة السياسية، من على الصور بتاعتي على وسائل التواصل الاجتماعي. فهم دلوقتي مبسوطة جدا انا شجعت اللي هم الشباب ان هو يتشجعوا عن طريق انك تشجعتي. طبعا المشاركة السياسية. صحيح. بس هو ده. شكرا لوجودكم معانا النهارده، نورتونا. نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في كل اللي بتخططوا له. دكتوره ساره عبد الخالق محرم، عضو نموذج محاكاه مجلس الشيوخ بالمؤتمر وممثله عن محافظه الاسماعيليه، شكرا لحضرتك نورتينا. شرفت جدا بحضرتك. شكرا لك. شرفتينا يا فندم. استاذ محمود فارغ الابراهيم، عضو نموذج محاكاه مجلس الشيوخ بالمؤتمر، بشكرك شكرا جزيلا، نورتينا. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك، نورتونا. شرفت حضرتك. دي كانت حلقتنا معاكم النهارده من يوم جديد. ان شاء الله اشوف حضراتكم يوم الخميس القادم يوم جديد، وغدا 12 ظهرا برنامج يوم جديد مع اسره عمل جديده. شكرا لحضراتكم.